للحياة للمستقبل. هذه أمور كلها تافهة. يا ليت يزيد أو ليت الزمن يرجع علشان إيش؟ عايز اسمع أبوي رحمة الله عليه أكثر وأكثر. لو كان وقتها خلنا نقول انكشفت الأقدار مجازا هالتعبير ليزيد، إيش ممكن أكبر شيء يقدمه في ذيك الفترة؟ والله أني لا، حتى لو أنها وظيفيا أنها تكون خارج المنطقة أني لا أرفضها وأجلسها مع الوالد رحمة الله عليه. إيش المواقف اللي صنعت منك الرجل الصلب؟ والله هو موقف واحد في حياتي، يعني كنت ما أعرف شيء اسمه خسارة لأني ما حسيته. فجأة المرحلة العمرية كنت في تقريبا عمري 23 سنة. المرحلة هذه كنت شاب همها يعني أقصى طموحه أنه يسافر، يركب سيارة زينة، يأخذ له مكان يستجم فيه هو أصحابه. بعدها في ليلة وضحاها انقلب الموضوع رأسا على عقب. اتصال جاني، السلام عليكم. عليك السلام. الوالدة الله يطول بعمرها يخليها لي، تعال للرياض. هم طبعا كانوا في رحلة سفر للرياض، أبوك تعبان شوي. وأنت وقتها؟ وأنا في القصيم. وش فيه؟ أبوك تعبان. يعني الوالدة ما عمرها تكلمني بالطريقة هذه أبدا. تعبان، يخبون عني الأمور هذه، يعني يدرون يزيد وش بيسوي. تعال. جيت أنا طبعا صحيت من النوم على طول وجيت. فجأة الوالد رحمة الله عليه كان في مستشفى شميسي. وش السالفة؟ زلت رجله، انكسر الفخذ عنده، يعني الفخذ عضلة كبيرة، ما ينكسر الفخذ إلا في حادث ولا أمور كبيرة، أما زلة كذا وكسر. طيب الحمد لله على كل حال، أسبوع 10 أيام على أساس أن يسوون العملية. كل شوي داخلين دكاترة طالعين استشاريين أمور كبيرة. فجأة ذلك اليوم ما أنسى، الساعة 9:30 صباحا ناداني أحد الأطباء قال يبيك الاستشاري في المكتب. عادي أنا نسالف أنا أبوي والوضع حبي. دخلت المكتب. استرح يزيد، أنا كلمة استرح هذه خوفتني أكثر وأكثر. الوالد رحمة الله عليه ترى فيه سرطان منتشر 3 شهور شهرين، والله يرحمه نقول. طبيا يعني والله اني طالع من المستشفى قاطع الشارع على رجليني، ما ادري. وصلت لنا في الحاره الثانيه، دارت الاقدار فينا، تقلنا من مستشفيات المملكه كلها. بعدها تلقينا رعايه كريمه من سمو ولي العهد الله يطول بعمره محمد بن سلمان، وتقلنا لافضل مستشفى في العالم كله، مستشفى مايو كلينيك، طياره خاصه من وزاره الدفاع. جلسنا فترة تقريبا 6 شهور هناك في أمريكا، ورجعنا الوضع الأمور صعبة، لكن هذه مكرمة، طلعنا بمكرمة. الوضع صعب، طيب خلاص أنتم طلبتوا كذا بنوديكم. رجعنا، جلس فترة الوالد، بعدها توفى. طبعا كلها 3 سنوات أو تقريبا 4 سنوات انفصلت عن العالم تماما، كنت متواجد أنا وإخواني كلنا متواجدين عند الوالد رحمة الله عليه في المستشفى. بعدها تغيرت علي الحياة خلاص، الشاب اللي يفكر بسفر بسيارة بأمور للحياة الصعبة طلعت لها. اللهم لك الحمد، وفقني الله، وفقني الله كذلك بإخواني ووالدتي اللي جمعت الدورين، دور الأم والأب. كان يعني صنع من يزيد وقتها رجل الصلب اللي ذكرته. والله العبارة لأني الوالد رحمة الله عليه، يعني كل واحد يحب، كل فتاة بأبيها مغرمة، فكل يحب أبوه، لكن أنا وأبوي بيننا قصة عشق الله يرحمه ويغفر له، صديق لي رحمة الله عليه. في عتاب يعني جس نبض كان سواء من فريق الإعداد أصدقائي.